الناحية الأخرى بيراميدز الكابتن زيدان حقق المركز الرابع وشكر كل الشكر نادي الزمالك بفوزه على الاتحاد، يعني وضع البيراميدز في المركز الرابع في جدول الترتيب ووضعه في الكونفدرالية الأفريقية. السؤال الأبرز، هل تكيز دونياس نجح في هذه المرحلة مع بيراميدز؟ 7 مباريات، تعادل في 6 مباريات وفوز في مباراة وحيدة أمام المقاول العرب. يعني بصراحة لو بتبص على النتائج وعلى الورقة اللي قدامنا والامكانيات اللعيبه اللي موجوده معاه، لا طبعا يعني 21 نقطه، انت لعبت 7 مباريات منهم 21 نقطه بامكانيات بيراميدز والمكان المفروض اللي بيراميدز يكون موجود فيه، لا المفروض ان يبقى فيه على الاقل معاك من ال 21 نقطه على الاقل 15 نقطه، لكن انت حققت 6 تعادلات، هو ما انهزمش، خلي بالك يعني يعتبر بيراميدز اقل هزايم في الدوري بعد الاهلي والزمالك، 4 هزايم مع سموحه، واكتر نسبه تعادل في الدوري مع سموحه برضو 16 تعادل وسموحه 17، 4 هزائم و4 هزائم غير بقى اهلي وزمالك 2 هزمة فقط. فهو يعني فريق بيراميدز هو عنده مشكله واحده اللي انا يعني ملاحظها وببص وبشوفها كتير، ان دايما بيراميدز بي 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 بيخرج مباراه متعادل، بيبقى دايما يا اما متقدم ويضيع الفوز في الاخر، او يبقى مثلا يدخل فيه هدف فيتعادل ويقوم داخل فيه هدف تاني فيتعادل تاني. هم طبعا يعني كل المباريات السبعه دخل اهداف ما عدا مباراه المقاولون فاز بتقدير في المقابله، لان هو فاز بدري الشوط الاول، خلصوا بنتيجه كويسه 2-0، نزل الشوط الثاني مرتاح ما كانش فيه اخطاء، بس هو معظم المباريات يعني هو اتغلب من الانتاج الحربي، او سوري تعادل مع الانتاج الحربي، واتعادل مع الاسماعيلي، وتعادل وفوز وحيد، تعادلات كتيره جدا، 6 تعادلات او 7 تعادلات، بس يعني انا ما ببص هنا برضو اتغلب من سيراميكا واتغلب من سموحه، ففي هزائم قليله بس في الاخر برضو التعادلات كتيره. انا دلوقتي هم اتشال من عندهم الضغط بنسبه كبيره جدا، ان هم برضو خلي بالك كانوا في منافسه كبيره جدا على المركز الثالث والرابع مع المصري، والفرق اللي تحتهم سموحه والاتحاد برضو كانوا حاطينهم في ضغط ان كان ممكن يروح منهم مركز رابع ويطلعوا بره الكونفدراليه. طبعا بعد ان خلاص اتحسم المركز الثالث والرابع للمصري وبيراميدز، بيراميدز دلوقتي ما عندوش ضغط، بس لازم يثبت ان هو فعلا يستحق ان هو يكون متواجد، لان خلي بالك مثلا لو هو دلوقتي خلاص الموضوع خرج بره وبقوا بيلعبوا بقى ما فيش ضغوطات وبيجربوا اللعيبه وبعد كده مثلا بيراميدز الموسم المركز الثامن ولا التاسع، فهو هيبقى موجود في الكونفدرالية بس عمل موسم مركز ثامن.